السلام عليكم ورحمة الله شباب الثانوية العامة. في الفيديو ده هنتكلم عن الحركة في الإنسان. الحركة في الإنسان يا شباب معتمد على 3 أجهزة عندك: الجهاز الهيكلي، هيكل العظمي بتاعك اللي درسناه قبل كده، والجهاز العصبي تعرفه درسته في تانية ثانوي، الجهاز العضلي، وده محور الليلة بتاعتنا. الجهاز الهيكلي يا شباب اللي هو العظم بتاعك، ودوره هنا في الحركة إن هو بيشكل ركيزة تستقر عليها العضلات. يعني العضلات عايزة حاجة تستقر عليها أو تقف عليها، فهي العظام اللي هو الهيكل العظمي. كمان بيشكل دعامة للأطراف، يعني إيدك لو من غير عظم هتلاقيها حاجة كده مش ينفع تتحرك، حاجة زي الخرطوم، حاجة زي الجلد كده، اللي هو حاجة مرنة، فاهمني؟ مش جامدة. أنت العظام حاجة صلبة، فبتصلب إيدك، بتديك دعامة، وبتديك القدرة على حركة إيدك، على القدرة على استخدام إيدك، فاهمني؟ مش تبقى ايدك زي خرطوم المية كده مش لها اي لازمة لما تحركها، لا، هتخلي ايدك زي الخشب او حاجة صلبة، فاهمني؟ بتمنى تكون الفكرة وصلت. يعني كمان الجهاز الهيكلي بيشكل حاجة تانية، وهي اهم حاجة، انه شرط الجهاز الهيكلي عشان يكون تبع الحركة انه بيتكون من قطع مفصلية متصلة ببعضها اتصالا مفصليا، يعني ما يكونش عظم مصمت، ما تكونش انت حتة عظمة كده وهي الهيكل وفوق منها العضلات، لا. طب هتتحرك ازاي؟ لازم تكون قطع من العظام متصلة ببعضها عن طريق مفاصل، المفاصل دي هي اللي بتسمح لك بالحركة، فاهمني؟ اللي بيدي الأوامر بالحركة بقى الباشا أو المايسترو، وهو الجهاز العصبي، وبيدي الأوامر على شكل سيالات عصبية زي اللي درستها حضرتك في تانية ثانوي تقريبا، وهندرسها تاني بسرعة كده دلوقتي. الجهاز العضلي يا شباب، وزي ما قلنا محور الليلة بتاعتنا ونتكلم عنه بالتفصيل. الجهاز العضلي يا شباب، بسم الله كده. الجهاز العضلي، العضلات 3 أنواع، احنا بنقسمها كذا تقسيمة، التقسيمة دي بنقسمهم لـ3 أنواع. أول حاجة عضلات هيكلية. طب سميناها ليه هيكلية؟ علشان تتصل بالهيكل العظمي. طب ليه، ايه خصائصها؟ العضلات الهيكلية يا شباب عضلات إرادية. طب ليه إرادية؟ عشان انت بتتحكم فيها بمزاجك. طيب ايه كمان؟ العضلات الهيكلية يا شباب فيها حاجة ثالثة، وهي إرادية تتحكم فيها بمزاجك، هيكلية متصلة بالهيكل العظمي، وأخيرا مخططة عشان شكل خطوط كده، هتلاقيها على شكل خطوط، فاهمني؟ بعد كده العضلة القلبية أو عضلات القلب، واللي هي عضلة القلب يعني. العضلة دي يا شباب عضلة لا إرادية، أنت عضلة القلب ماشي وبيتحكم فيها مخك، بس هو أنت مش بتتحكم فيها بمزاجك، يعني مش ينفع أوقف قلبي شغل قلبي، لا، مش بمزاجك يابا، هو القلب بيتحرك غصب عنك، وإلا كانت الناس يعني استخدمته في طرق زي الانتحار أو القتل أو أيا يكن، يعني ربنا يعافينا. المهم العضلات القلبية عضلة لا إرادية مش بتتحكم فيها بمزاجك، تمام؟ العضلات القلبية شباب مخططة برضو شكل خطوط، هتحسها كده وإن كانت خطوط مش عدلة بس خطوط برضو، فهنقول عليها عضلات مخططة. طب هي إرادية؟ لا، قلنا لا إرادية، تمام. مخططة؟ مخططة. هيكلية؟ لا، مش هيكلية، مش فيها هيكل متصل بيها، ماشي. طيب العضلات الملساء يا شباب، العضلات الملساء عضلات لا إرادية، وش كده لا إرادية زي القلب، أيوة. طب هي فين العضلات الملساء؟ العضلات الملساء زي العضلات اللي في الأمعاء بتاعتك، اللي بتتام تنقبض وتنبسط لحد ما تطرد الطعام لبره وتطلعه، دي اسمها عضلات ملساء، عضلات بتبقى لا إرادية. وفي عضلات إرادية برضو في الجهاز الهضمي، في الريكتوم اللي هو المستقيم، بس احنا بنتكلم على العضلات اللا إرادية في الأمعاء فوق الحركة الدودية بتاعة الهضم وكده والحاجات دي. مش عايز أدخلك في حاجات مش عليك، خلينا في المنهج. كمان برضو العضلات الملساء زي العضلات الموجودة في الأوعية الدموية، ودي قايلها هو في الكتاب، العضلات الموجودة في الأوعية الدموية واللي بتخلي الدم يوصل لمناطق بعيدة أو مناطق متطرفة، يعني هي اللي بتدفع الدم، فهمني؟ القلب بيدفع شوية وهي بعد كده بتستلم منه الدم وتوصله لباقي الأعضاء. جدار الأوعية الدموية ده فيه نوع من العضلات اسمه العضلات الملساء، ودي عضلات لا إرادية، عضلات لا إرادية شبه. العضلات يا شباب نتكلم عنها تاني. العضلات الرجالة أنواعها زي ما قلنا هيكلية وقلبية وملساء، أو ممكن نقول إرادية ولا إرادية، أو ممكن نقول مخططة وغير مخططة، قسمها زي ما تقسمها، المهم أنت عارف ده ينتمي فين وده ينتمي فين، وأنت من غير ما تحفظ بدماغك القلب مش بتحكم فيه، خلاص يبقى لا إرادي. العضلات الهيكلية دي هتبقى متصلة بالهيكل العظمي جاي منه. مخططة، هي على شكل خطوط، القلبية برضو مخططة، الاتنين دول مخططين، التالتة مش مخططة اللي هي الملساء، فاهمني؟ شغل مخك يعني معايا.
عدد العضلات يا شباب اكتر من 620 عضله في جسمك، جسمك فيه اكتر من 620 عظمه. فاكر اللي هناك 206 عظمه، هنا في 620 عضله. تمام. تكوين العضلات يا شباب بتتكون من خيوط بروتينيه كده رفيعه، يعني بتتكون من خيوط بروتينيه رفيعه، خيطيه التكوين بشكل عام يعني. الخصائص بتاعتها وزي ما قلنا كده شكلها خيطي ولها القدره على الانقباض والانبساط عشان تتحرك. وظائفها، وظائف العضلات كتير، بتساعدك على الحركه، بتخليك تتحرك، بتساعدك على هضم الطعام، العضلات الملساه الموجوده في الاوعيه الدمويه بتساعدك على ايصال الدم للاماكن البعيده او الاطراف. العضلات برضو بتساعدك على الثبات على وضع معين، انت حابب تقعد ففي عضلات سانده جسمك انه على القعده دي، سانده عمودك الفقري وسانده عظمك بجسمك، فاهمني؟ فزي انت كده لما تجيب عمود، يعني عمود كهرباء مثلا او مش عمود، او عرق خشب او حاجه، وتوقفه وتحط فوق منه حمل، هو العمود ده اللي هو العظم بتاعك، بس انت العمود مش ثابت، يعني هو شايل كل حاجه ماشي بس هو مش ثابت، لازم حاجه تثبته اللي هي العضلات. والعضلات هنا زي مين؟ زي عضلات الرقبه وعضلات الجذع. الجذع يا شباب اللي هو الصدر والبطن والظهر، الجذع والرقبه هم العضلات اللي فيهم هي اللي بتخليك تقعد كده، فاهمني؟ او تبقى محافظ على القعده بتاعتك. تركيب العضلة يا شباب، تركيب العضلة في ناس يعني بتتلخبط في الحاجات اللي جاية دي، بس احنا نقولها ببساطة ان شاء الله. العضلات يا شباب انت لا عارف ايه العضلة اصلا او ايه العضلات؟ العضلات اللي انت بتاكل منها يا حضرتك دلوقتي، العضلات اللي هي اللحم اللي انت بتاكله، انت بتاكل في عضلات خروف وغيرك بياكل في عضلات بقرة ومش عارف ايه، فكل سنة طيبين يعني. العضلات رجالة هي العضلات اللحم اللي احنا بناكله، اللحم الاحمر ده، فلو بصينا فيها نلاقيه على شكل خيوط كده، الخيوط دي اسمها حزم عضليه، حزم عضليه، كل حزمه عضليه رجاله من دي تحتوي على عدد او مجموعه من الالياف، الالياف العضليه، كل ليفه عضليه هي الخليه العضليه، هي الليفه العضليه، يبقى الخليه العضليه احنا خدنا الخليه العصبيه قبل كده وعرفناها في ثانيه ثانوي، دلوقتي هناخد الخلية العضلية. الخلية العضلية يا شباب اسمها الليفة العضلية، والليفة العضلية يا شباب زي ما قلنا بتبقى متجمعة شوية خلايا مع بعض كده وبيعملوا حزمة وهكذا. فالليفة العضلية يا شباب برضو بتتكون من خيوط صغيرة، يعني دي ليفة عضلية مثلا اللي هي متشاور عليها دي، دي حزمة ودي ليفة، اللي كل حزمة فيها كذا ليفة، الليفة فيها كتير خالص خيوط صغيرة كده، الخيوط الصغيرة دي اسمها لييفة عضلية، اللي هو أصغر وحدة في أو الوحدة الوحدة الوظيفية، الوحدة الوظيفية في مين؟ في العضلة الهيكلية، الوحدة الوظيفية في العضلة الهيكلية اللي هي اللييفة العضلية، جزء منها كمان اسمه القطعة العضلية، القطعة العضلية أو الساركومير. فهي عباره عن خيوط، يعني انت مثلا الليفه العضليه اهي اللي هي الخليه هتلاقي خيوط، الخيوط دي حوالي من 1000 ل 2000 خيط، في كل خليه عضليه زي كده فيها 1000 او 2000 خيط من ده. تمام، الخيوط دي هي نفسها بتتكون من خيوط تاني من جوه، خيوط اسمها اكتين وميوسين، خيوط بروتينيه، خيوط رفيعه كده، هي الصفره دي خيوط رفيعه كده اسمها خيوط اكتين، من ماده اسمها الاكتين. خيوط تاني تخينة شوية أو سميكة شوية اسمها خيوط الميوسين، وهنتكلم عنهم وهنفهمك الملامح اللي مش ظاهرة في الصورة أو اللي مش مفهومة دي. أهي يا شباب الصورة دي أوضح شوية للقطعة العضلية. القطعة العضلية يا شباب دي اللي هي زي ما قلنا احنا كده جبنا ليفة عضلية اللي هي خلية عضلية، جبنا في الأول عضلة بعد كده طلعنا منها حزمة، والحزمة طلعنا منها ليفة، والليفة طلعنا منها عندها 1000 أو 2000 لييفة، خدنا منهم واحدة من اللييفة لقينا فيها شوية خيوط، الخيوط اللي هم دول خيوط من الاكتين اللي هي دي وخيوط من الميوسين اللي هو التخين ده. فاحنا لقينا بتتقسم لمناطق، في مناطق كده بتتقسم ليها، فلقينا انه في منطقه كده زي اسمها المنطقه المضيئه، ودي بتتكون من الاكتين بس، المنطقه اللي فيها اكتين بس اسمها المنطقه المضيئه، والمنطقه اللي فيها الاكتين بس دي زي دي برضو كمان بنرمز ليها بالرمز اي يا شباب، ودي بيبقى في خط كده وسطاني داكن، خط اسود كده قاطعها، يعني دي قطعه عضليه باقيه هنا، هنلاقي فيها لعبه إيه طبعا لو باقي العضله، فهنلاقي انه هنا فيها لها الناحيه الثانيه برضو هتبقى عضله زي دي عادي خالص، زي دي عادي خالص، فاهمني؟ بس الخط الداكن ده بيقطع المنطقه المضيئه دي، المنطقه المضيئه مكونه من مين؟ خصائصها مكونه من خيط الاكتين الرفيع، الخيط البروتيني اللي اسمه الاكتين الرفيع ده، ويتوسطها خط داكن اسمه الخط زد او نرمز لي بالرمز ده.
في خط تاني، في منطقة تانية وسطاني اسمها المنطقة الداكنة. المنطقة الداكنة يا شباب اللي هي المنطقة ايه، احنا المنطقة ايه بنرمز لها بالرمز ايه، تمام، حرف الايه، اللي هي بتتكون من الخيطين مع بعض، يعني الخيط الاكتين والميوسين، بس هو الصورة هنا مش مقربهم من بعض، والمفترض يقربوا من بعض اكتر شوية، هتلاقي الميوسين والاكتين جايين على بعض كده، فهتلاقي ان هم جايين على بعض. المنطقة دي كلها من هنا لهنا اسمها ايه، المنطقة الداكنة، تمام. المنطقة الداكنة شباب تتكون من خيوط الأكتين الرفيعة وخيوط الميوسين السميكة. المنطقة الداكنة فيها منطقة وسطاني كده اسمها المنطقة شبه المضيئة، يعني الداكنة نفسها فيها منطقة صغيرة وسطيها كده اسمها المنطقة شبه المضيئة، وبيرمز ليها بالرمز H، ودي بتتكون من الميوسين فقط، فاهمني؟ فقال لك بقى إنه القطعة العضلية هي المسافة بين كل خطين ذات، يعني انت شفت الخطين ذات اللي وسط القطعة المضيئة دي، اللي وسط الخيوط المضيئة اللي بيرمز لها بالرمز I دي، هو كل خطين ذات اللي وسطيهم اسمه قطعة عضلية، ودي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية، هي اللي بتعمل على الانقباض والانبساط. هناخدها فمحصلة انقباض الوحدات دول كلهم، يعني دول كلهم لما ينقبضوا مع بعض الخيوط دي كلها تنقبض، هتنقبض العضلة، ينبسطوا كلهم تنبسط العضلة، فاهمني؟ فاحنا هناخد الكلام ده في فيديو تاني، يعني لسه بدري، بس احنا مش عايزين نستبق الاحداث، فنقولهم بسرعة تاني كده كلهم. منطقة مضيئة يرمز لها بالرمز اي تتكون من الاكتين، منطقة داكنة يرمز لها بالرمز اي وتتكون من الاكتين والميوسين، منطقة شبه مضيئة يرمز لها بالرمز اتش وتتكون من الميوسين فقط. في خيط رفيع اسمه الخيط زت يقطع المنطقة المضيئة، بس كده. المسافة بين خطين ذات متتاليين، المسافة بين الخط ده والخط ده اسمها قطعة عضلية، تمام. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بأي حاجة يعني، والفيديوهات اللي جاية هنوضح فيها الدنيا أكتر. يعني هو مشكلة الجهاز الهيكلي، الجهاز العضلي، الجهاز العضلي يا شباب مشكلته إنه لازم تسمع، يعني هتفهم في حاجات هتفهمها بعدين، آخر فيديو أو الفيديو قبل الأخير هتعرف حاجات، هتوضح لك الحاجات اللي هنا أكتر، فاهمني؟ فأنا عملت اللي عليه على قد استطاعتي يعني، وبتمنى تكون استفدت ولو بقدر ضئيل يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.